بمركبته الصغيرة يقوم الشاب أحمد وبمساعدة رفاقه بجمع ما تبقى من الطعام المصنوع من دقيق القمح ليرميه في مياه نهر شط العرب من أجل تغذية الأسماك وإطعامها. يقول أحمد أن هذه الفكرة توارثتها من أجدادي الذين كانوا يعتمدون على مبدأ الرفق بالحيوان. طبعا تعلمت منها هلالي أطعم الأسماك من ذاك اليوم إلى اليوم، وأطلع الفجر لو الظهر لو العصر لو بالليل، أطلع أفطر على الأفران، ألم من عندهم يسمون الزايد الخبز الزايد، وأجيب لنا طعام للأسماك، أجيب لنا طعام للذل لا حول ولا قوة. طبعا جاي نشوف عن الناس الذب عجين على مود تستفاد تصير سمك بي، أنا بدون مقابل أذب لنا قربة الله تعالى. هذه الأسماك تحتاج إلى المكونات الغذائية واللي تكون يعني داعم إلها، لأنه تعرف اليوم الكائنات الحية اللي تعيش بالبيئة المائية تحتاج هذه المكونات الغذائية، فهي ثقافة جميلة بصراحة. ممكن أنه إحنا يعني نثقف الناس على هذا الشغلة باعتبارها يعني هذه المكونات عندما تطلق للبيئة هي صديقة للبيئة. فهذا اللي يرمي الخبز أو اللي يرمي الصمون أو بقايا الرز هذه ممكن تتغذى عليها الأسماك باعتبارها أصلها نباتي. جمع الأطعمة هو أمر اعتاد عليه أحمد، بالرغم من أنه يتطلب منه جهد ووقت، إلا أن ذلك يزول عندما يشاهد الأسماك تأتي لتتناول هذا الطعام منه. كذلك صيادو الأسماك المتجولين بدأوا ينتظرون قدومه من أجل زيادة صيدهم للأسماك. الناس قامت تشكرني والصيادين قاموا يشكروني، قالوا أحسن ما تذب النمى بالزبالة، أنت جاي تجيب طعام للأسماك، عافية وحسنت وحم الله والديك بارك الله بيك، وعش يريد رحمة على روح والدي بالدنيا. وهي مبادرة كل جيدة، الجماعة يجيبون الأكل اللي باقي عندهم ويطعمون به الأسماك، والأسماك لما تيجي تتغذى على هاي الأطعمة تكبر حجمها ويتكاثر حجمها. من مكان هذا نعتبره مكان معلوف، فالمكان اللي ينعلف تتكاثر به السمك، تتكاثر به تجي سمكة كبيرة هنا. إشاعة ثقافة الاهتمام بالأحياء المائية هي